السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم اقتراحات المائدة ممكن تحضروهم الضيوف ذكرى ديال المولد النبوي كيف ما طلبتوا مني، وممكن أيضا تحضروهم في الأيام العادية كيف ما العادة. غادي يكونوا وصفات بسيطة جدا، ولذا أكيد غادي نتقاسم معكم أيضا كيفاش كنظم الوقت ديالي، و يعني حضرت كل شيء في نهاره، يعني حتى شي حاجة ما حضرتها في نهار قبل. الفيديو غادي يكون طويل فكنعتذر منكم، حيت غادي يكون فيه 4 ديال الوصفات، حاولت نختصر منه قدر المستطاع فما نزيدش نطول عليكم أكثر، وكنتمنى يعجبكم وتستافدوا منه. فرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نبدا اول حاجه بالعجينه ديال الكيش او العجينه المكسره. غادي نحتاج لها 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي 3 ديال الكيسان، الملح تقريبا نصف ملعقه صغيره، وغادي نحتاج 150 غرام ديال الزبده اللي من الاحسن تكون ديال العبار او زبده حيوانيه، يعني زبده بقريه. وغادي نحتاج حبه واحده ديال البيض، وكذلك ملعقه صغيره ديال السكر كتبقى اختياري، اذا ما بغيتوش ديروه كتستغناو عليه. فكناخذ الدقيق ديالي وكنضيف عليه في واحد الاناء طبعا باقي المكونات من الملحه وايضا السكر سنيده والزبده، الزبده اللي كتكون بارده، وكنحاول انني ندخلها جيدا مع الدقيق. دائما باش نربحوا الوقت كنحاولوا نبداو بالاشياء اللي غادي نخليهم يرتاحوا. فانا هنا مثلا بديت بالعجينه ديال الكيش وغادي نخليها في الثلاجه، يعني شحال ما امتى ما ساليت يعني الوصفات الاخرين نرجع عندها، ما كيكون فيها حتى شي مشكل. فهنا كيف كتشوفوا من بعد ما كندخل الزبده مزيان مع الدقيق، كنضيف ديك البيضه وكنرجع نخلط ونجمع العجين ديالي جيدا حتى نحصل على عجين متجانس. اذا احتاجيتو ممكن تضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال الماء بارد. صافي العجينه ديالي هي واجده، ما كندلكهاش غير كنجمعها مزيان على هذا الشكل ونتاكد انها متجانسه، نوضعها في بلاستيك غذائي وندخلها الثلاجه ترتاح حتى غادي نسالي مع الوصفات الاخرين. غادي نمشيو باش نحضروا الان رغيفات مرقي من شاوم عسلين، نحتاجو لهم 350 غرام ديال الدقيق، شويه ديال الملحه، غادي نحتاجو ايضا جوج ملاعق كبار ديال زيت نباتي، جوج ملاعق كبار ديال ماء الزهر، كاس ديال الماء تقريبا 150 مليلتر. غادي نحتاجو ايضا صفار بيضه، ملعقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نذوبوها، وايضا شويه ديال الخميره ديال الحلوى، سكر منسم بالفانيلا، وايضا كميه من النشا اللي غادي نستعملوها في التوريق. فكيف العاده ناخذ اناء ونضيفوا عليه الدقيق وكنضيفوا جميع المكونات في مره، ديك ملعقه كبيره ديال الزبده كيف ما قلت كنذوبوها، وكنضيف الزيت ماء الزهر، ممكن تزيدوا في الكميه ديال ماء الزهر وتنقصوا من الماء العادي اذا كتبغيو النكهه ديالو قويه. وبالنسبه للخميره ديال الحلويات فغادي نستعمل تقريبا نصف ملعقه صغيره. صافي هنا كنبدا كنجمع العجين ديالي بداك 150 مليلتر ديال الماء، دائما نجمعو شويه بشويه، فممكن تحتاجوا اكثر كميه ديال الماء ولا تحتاجوا اقل كيبقى على حسب النوعيه. ملي كنجمع العجينه ديالي كتكون بحال هذا الشكل، ما بين رطبه وما بين متماسكه، يعني ما كتكون لا كتلصق في اليدين ولا قاسحه بزاف. نحاول انني ندلكها مده ديال جوج دقائق فقط، ما تحتاج انني ندلكها بزاف، يعني جوج دقائق باش نحس ان المكونات متجانسين. صافي وغادي نرجعها في الاناء ونغطي عليها بلاستيك غذائي ايضا ونخليها جانبا حتى غادي ترتاح مزيان. هنا من بعد ما ساليت مع العجينه ديال الكيش وايضا ديال الرغايف، نمشيو نحضروا الكيك. كما كتشوفوا هنا عندي 4 ديال البيضات، كنعزلوا الصفار عن البياض، وكنحتاج الملح طبيعه الحال في جميع الوصفات. غادي نحتاج جوج كيسان ديال الدقيق معمرين، كاس ديال السكر، نص كاس ديال زيت نباتيه، جوج خمارات ديال الحلوى، وواحد سكر منسم بالفانيلا، وياغورت بالنكهه ديال الفانيلا او اي نكهه كتفضلوا. بالنسبه للطريقه فكناخذ البياض ديال البيض، دائما البيض ديالنا يكون في حراره ديال المطبخ، وغادي نضيف عليه رشه ديال الملح. ناخذ خلاط يدوي كهربائي ونحاول انني نطلع البيض حتى يرجع ليا متماسك وعاقد يعني بحال الثلج. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي ما عندناش الخلاط الكهربائي، فممكن تحضروا الكيك ديالكم عادي يعني بطريقه عاديه بخلاط يدوي، يعني بلا ما تفرقوا الصفار البياض، غير هكا
ما كتجيكمش نفس النتيجة. هكا كيجي كيك اللي هو خفيف على الكيك العادي. فهنا صافي البيض ديالي هو طلع مزيان، كنخليه على جنب ودائما بنفس الخلاط نخلط الصفار مع السكر. هنا ما نحتاجش انني نخدم الخليط بزاف، غير كنخلط وكنضيف الزيت النباتية، ايضا داك اليوغورت. صافي هنا كنبدا كنضيف الخميره ديال الحلويات. غادي نضيف ايضا الفاني، نسيت ما ضفتوش في الاول مع السكر، نتوما ضيفوه فاش غادي تضيفوا السكر على الصفار ديال البيض. فكنضيف الخميره وايضا الدقيق، كيف ما قلت جوج كيسان ديال العنبه، ما يكونوش عامرين، كيعطوني 180 غرام في المجموع. وكنغربل هاد الدقيق طبعا مزيان ونرجع نخلط هكا بالخلاط اليدوي. نحاول انني ما نشغلوش في الاول باش ما يطرش عليا الدقيق، عاد من بعد كنخدمه وكنخلط مزيان حتى نتاكد ان الخليط ديالي يعني مندمج جيدا مع الدقيق. هنا الخليط ديالي كيكون جاهز، كنبدا كنضيف عليه البياض ديال البيض اللي طلعت. فكنقسموا دائما البياض ديال البيض على ثلاثة ديال الحصص. اول حصه كنخلطوها هكا يعني بشكل عادي، يعني كنخلطو مزيان، ومن بعد الحصتين اللي غادي نضيفوهم من بعد كنبقاو كنحركوا دائما من الاسفل للاعلى غير بشويه باش ما نهبطوش البياض ديال البيض ويجينا الكيك خفيف. فاش كندخل البياض ديال البيض في الخليط ديال الكيك، صافي غادي ناخد مول ديال الفران. استعملت هنايا مول اللي القطر ديالو 26 سنتيمتر، كندهنو بالزبدة بطبيعة الحال وكنرشو الدقيق وكنفرغو الخليط وندخلوه الفران يطيب على 180 درجة حتى كنشعلو الفران. عاد كندخلوه بالنسبة للفران ديال الكهرباء والفران ديال الغاز، النار اللي تكون هادئة جدا، ونخليوه على خاطرو كياخد تقريبا واحد 45 هكا دقيقة باش يكون طايب مزيان محمر. غادي نرجع الان لدوك الرغيف ديال النشا. فالعجينة ديالي ارتاحت مزيان، ناخد النشا ديالي نوضعوها هكا في شي صفاية اللي غادي تسهل عليا نوزعو بشكل متساوي. وكنبدا كنطلق العجينة ديالي بلا ما كنقسمها، يعني كنطلقها كاملة على هذا الشكل كتشوفوا. دائما كنرش شوية ديال النشا ملي نحتاج. ملي كنطلقها واحد الشويه كنقسمها على جوج وكنخلي النص على جنب هكا باش غادي تسهل عليا انني نخدمها بكل سهوله. كنرجع لذاك النصف نطلقه جيدا، نحاولوا اننا نطلقوا العجين ديالنا قدر الامكان بالدلاك، ودائما نرشو النشا اذا احتاجينا. غادي نرجع نقسم ذاك النصف ديال العجين على جوج كيف ما كتشوفوا، يعني طريقه راه واضحه. وكنحصل على واحد المستطيل بهذا الشكل، نكمل يعني نكمل كنبسطو بالدلاك قدر الامكان كيف ما قلت، شحال ما بسطنا العجين شحال ما كان احسن. نرشو واحد طبقه خفيفه ديال النشا، وغادي ندهن الطرف ديال هذا المستطيل ديال العجين بشويه ديال الدقيق مع الماء، وخليط ديال الدقيق مع الماء باش غادي يسدوا لي جيدا وما يتحلوش من بعد في الزيت. نبدا من بعد نطوي العجين ديالي بهذا الشكل اللي كتشوفوا. وملي كنطويه ناخد دلاك ونرجع نحاول انني نبسط شويه هاد المستطيل الطويل ديال العجين باش ما يجيوناش الرغايف غلاض من الداخل ويجيونا مورقين. فكنبسطوهم غير شويه كيف كتشوفوا وصافي. كنبداو كنقطعوا القطع او الرغايف ديالنا الحجم اللي كيناسبنا. فانا هنا غادي ندير فيهم تقريبا 4 ديال الاصابع وكنبقى مستمره حتى نقطع العجين كامل. وغادي نتابع بنفس الطريقه او بنفس الشكل مع العجين اللي بقى لي حتى غادي نسالي الكميه. هنا كنبقى كنستف يعني الكميه اللي كنساليها ديال الرغيف كنستفهم في واحد البلاطو اللي يكون مرشوش مزيان بالنشا. فاش كنساليو مباشره كنبدا كنقلي، فكندير الزيت اللي
كنسخنها وكتكون زيت لي كتيره، ونحاول انني غير نرمي الحبه ونبقى نرمي عليها في الزيت السخون بهذا الشكل. هنا واحد النصيحه وواحد الملاحظه، حاولوا تستعملوا شي كسرونه او شي حاجه اللي كتكون صغيره وكتهز لكم كميه كثيره ديال الزيت اكثر من المقله اللي كتكون كبيره هكا. انا كان عندي ضيق الوقت ومع التصوير فضروري باش نسير بيه دغيا خاصني نستعمل مقلات كبيره. فكيف ما كتشوفوا هنا كنبقى مستمره كنقلب في الرغيف اللي كيتحمروا حتى غادي ياخذوا لي لون ذهبي محمر، وصافي كنحيدهم فوق من الورق النشاف باش يتحيد منهم داك الزائد ديال الزيت. ممكن تطفيوهم هنا في العسل، انا ما كنفضلش انني نطفيهم في العسل فغادي نخليهم فوق الورق حتى كينشفوا من الزيت، وغادي ندهنهم بالعسل ونزينهم ايضا باللوز محمر. كنرجع من بعد العجينه ديال الكيش من بعد ما ارتاحت مزيان كيف كتشوفوا كنطلقها ما بين بلاستيك غذائي اللي كنقسمو على جوج بحال الشكل ديال الصابلي باش كسهل عليا انني نحيد الدوائر من بعد. فكنحاول نطلق العجينه ديالي بواحد السمك ما يكونش رقيق بزاف اكثر من القياس ولا غليظ. ناخذ قطاعه ولا اي حاجه الحجم ديالها كيناسب المول اللي غادي نستعمل. انا غادي نستعمل بالنسبه لهذا الكيش هذا المول ديال الكاب كيك او المول ديال مادلين. فكنحيد دوك الدوائر او كنهزهم وكنحاول انني نقاد العجينه في وسط من هذا المول ديال الكاب كيك على هذا الشكل. نضغط بالاصابع ديالي باش نتاكد انه غادي يوصل مزيان للقاع ديال المول. هنا ملي كنعمر لي مول كنحيد دوك الزوائد اللي كيكونوا عوجين هكا بواحد الموس. ملي كنسالي وكنعمر كاع لي مول ونقاد هكا الجناب دائما بالموس كنتقبوهم مزيان بشي فرشيطه في الوسط باش ما ينتفخوش وندخلهم للفران يطيبوا نص طياب. اذا كان عندكم الوقت دخلوا المول الاول المجمد واحد نصف ساعه عاد دخلوا القوالب ديالكم ديال الكيش يطيبوا باش هكا ما كينزلوش في الفران. انا ما كانش عندي الوقت فغادي ندخلهم مباشره، نتوما خليوهم حتى كيجمدوا عاد دخلوهم يطيبوا نص طياب. بالنسبه للحشوه غادي تكون عباره على حشوه ديال الطون والبصله واداه البطاطس المقليه، حشوه لذيذه بزاف واخا تجي تكون غريبه. فكناخذ واحد الحبه ديال البصله تكون مشلضه رقيقه وكنحمروها او كنشحروها في الزيت زيتون حتى كتعسل وتحمر مزيان مزيان عاد كنحيدوها. وايضا عندي واحد الحبه متوسطه ديال البطاطس تكون مقطعه مكعبات صغيره ومقليه. عندي واحد العلبه ديال الطون طويله ولا جوج صغار مصفيين مزيان من الزيت، الملحه على حسب الذوق، بودره الثوم، زعتر وايضا فلفل اسود او ابزار. بالنسبه للباغايا كيش غادي نحتاجوا لها علبه من الياغورت او زبادي بدون سكر او بدون نكهه، غادي نعوض بها القشده. بالنسبه للبنات اللي دائما كيقولوا لي اننا ما كنلقاوهاش فغادي نستعمل الزبادي او الياغورت وجوج بيضات والقليل من الجبن المبشور. نسيت ما صورت لكم غادي تشوفوه من بعد. فكناخد البيض ديالي نضيف عليه جميع المكونات. بالنسبة لكم إذا توفر لكم القشدة الطرية أو توفرت لكم القشدة الطرية استعملوها أحسن من اليوغورت. فغادي نضيف المكونات كلهم والجبن المبشور وغادي نحرك مزيان. بالنسبة لهاد لاباغيا كيش أنا ما كان بغيهاش تجي جارية، فكان بغيها تجي هكا شويه عاقده، داكشي علاش كنستعمل غير نص المقادير. ممكن تضعفوا المقادير اذا بغيتوها تجي واحد الحشوه هكا اللي خفيفه شويه. انا كنفضل هكا يعني ما تكونش غالبه والبيض ما يكونش غالب على الحشوه. فكنحرك ونخلط مزيان وكناخذ هذا الخليط هذا كنضيفه على الخليط ديال الطون البطاطس والبصله معسله.
فاش كيطيبوا ليا القوالب ديال الكيش نص طياب كيف كتشوفوا، كنبدا كنعمرهم بديك الحشوه اللي خلطتها مزيان، وهنا صافي غادي نرد هاد القوالب هادو للفران يرجعوا يطيبوا حتى غادي يطيبوا مزيان ويتحمروا تماما من التحت ومن الاسفل. فكنشعلوا لهم الفوق والتحت اذا كان عندنا، فاش كنشعلوا لهم يعني الفوق والتحت حتى يتحمروا مزيان صافي، وكنحيدهم ونخليهم على جنب حتى الوقت ديال التقديم. غادي نكملو ايضا مع نوع من المملحات اللي هما مسمنات صغار بالدجاج او بالصدر ديال ديك رومي والخضر. غادي نحتاجو هنايا خضر، استعملت البصله، الكورجيت، ايضا الملفوف او الكرنب، وكذلك الجزر او خيزو، كلهم قطعتهم بديك القطعه اللي كتقطعها كالخضر رقيق بزاف، ممكن تحكوهم اذا ما توفرتش عندكم. عندي صدر ديال الدجاج او صدر ديال لدند اللي توفر عندكم، فالنتيجه نفسها. بالنسبه للاخت اللي كيجيها صدر ديال ديك رومي او ديال لدند ناشف، فهاد الوصفه راه كتجي زوينه بزاف. عندي واحد ثلاثه ديال العريشات ديال الزعتره، بودره ديال الثوم، شويه ديال الملحه، الجبن المبشور تقريبا واحد 50 غرام، زيت الزيتون او زيت نباتي حسب الرغبه. غادي نحتاج ملعقه كبيره ديال صلصه حاره، كتبقى اختياريه ولكن راه ما تجيش باينه بزاف. ثلاثه ديال الملاعق كبار ديال الجبن الابيض، وعندي ملعقه كبيره ديال عطريه ديال الدجاج، وايضا شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. عطريه ديال الدجاج غادي تلقاوها عند العطار، يعني غير قولوا له عطريه ديال الدجاج وغادي يعطيها لكم. واخيرا غادي نحتاج شويه ديال الصلصه ديال الصوجا، غادي نحتاج منها تقريبا جوج ديال الملاعق كبار، كتبقى اختياريه، اذا ما توفرتش ممكن تستغناو عليها. فكناخذ الخضر ديالي وفواحد المقلاه وعلى نار جد عاليه، يعني اعلى نار عندي كنستعملها، كنضيف عليها زيت الزيتون وايضا زيت نباتيه، وكنبقى كنحرك حتى كتنشف ليا الخضره من الماء تماما، وكنضيف عليها داك الدجاج او الصدر ديال لادند اللي كيكون مقطع مكعبات طبعا، وكنحرك ونضيف باقي المكونات من التوابل. ما كنضيفش غير الجبن الابيض والجبن المبشور وايضا صلصه ديال الصوجا، فبودره ديال الثوم كنضيف منها تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره، وايضا الزعتره اذا ما توفرتش الطريه استعملوا اليابسه او الناشفه، وكنحرك على هذا الشكل هذا حتى يندمجوا لي المكونات، ونحس ان صدر ديال الدجاج يعني دخلوا الطياب. عاد كنضيف دوك جوج ملاعق كبار ديال صلصه ديال الصوجا، كنكون يعني قربت انني نطفي على النار، وكنضيف صلصه ديال الصوجا. غادي نضيف الان دوك الثلاثه ديال الملاعق كبار ديال الجبن الابيض، ونحرك حتى غادي يندمج لي وغادي ينشف لي مزيان. واخر حاجه من بعد ما كنطفي على النار، من بعد ما تاكد ان الحشوه نشفت تماما ما بقاش فيها الماء، كنضيف داك الجبن المبشور والحشوه ديالي باقا سخونه باش هكا كيذوب ويندمج لي معاها، وترجع عندي من بعد واحد الحشوه متماسكه وكتسهل عليا نعمر بها المسمنات. هنا ملي كنسالي مع الحشوه ديال المسمن غادي نرجع للرغيفات بعد ما بردوا مزيان. غادي ناخذ شويه ديال العسل، العسل العادي اللي كنعسلوا به الحلويات او الشباكيه، كنسخنوا شويه فوق من النار، وناخذ هكا شي شيته وكندهنوا. كيف ما قلت لكم من قبل ممكن تطفيوهم في العسل وهما باقي سخان، انا كنفضل يعني ما كنفضل انني ندهنهم هكا فقط، ما كيجيوش يعني شاربين العسل بزاف وكيجيو لذاذ، فكندهن الوجه ديالهم وكنرش هكا اللوز مهرمش محمر ومهرمش طبعا، وكنوضعهم على جنب ونستمر بنفس الطريقه. غادي نرجع الان عند التورته، فمن بين ما كطيب ليا الكيكه وكتبرد تماما نمشي نحضر الكريمه. فانا طلعت كريمه سائله، طلعت تقريبا هنا واحد 400 مليلتر ديال الكريمه. ف ملي كطلع كنضيف عليها صلصه ديال الكراميل جاهزه، ضفت تقريبا ثلاثة ديال الملاعق كبار، ولا كتضيفوا يعني على حسب الرغبه حتى كترجع ليا واحد الكريمه
بهذا اللون، هذا اللون ديال الكراميل يكون فاتح. اذا ما توفرتش عندكم صاصه الكراميل جاهزه، عوضوها بواحد جوج صاشي ديال الفلون بالنكهه ديال الكراميل. هنا بالنسبه للكيكه فاش كتطيب وكتبرد بشكل كامل كيف كتشوفوا، راه كتجي واحد الكيكه اللي رطبه بزاف. غادي نوريها لكم هنا من الاعلى كيفاش كتجي. فملي كنديمو ليها وهي باقا سخونه ما نديرهاش مباشره فوق من الشبكه لانها غادي تلصق، ندير واحد الورق نشف على هذا الشكل وكنحيدها ونخليها تتبرد بشكل كامل. غادي نقسمها على جوج، ممكن تقسموها على ثلاثه اذا بغيتو. انا هنا غادي نقسمها غير على جوج هكا بشي موس ديال المنشار. وكنرجع الطبقه اللي كتكون لتحت في المول اللي طابت ليا فيه الكيكه بهذا الشكل، من بعد ما كنغسلو طبعا كنوزع النص ديال الكميه ديال الكريمه على هذا الشكل اللي كتشوفوا. كيف ما لاحظتوا فانا ما سقيتش الكيك، البنات اللي غادي يقولوا لي الكيك يجي ناشف، فما كيجيش ناشف، كيجي رطب، ففيه الزيت وفيه ايضا اليوغورت. ممكن ايضا تسقيوه اذا بغيتوه يجي رطب اكثر، ديروا عصير البرتقال ولا ديروا السيرو من الاختيار ديالكم، يعني نسموه بالطريقه اللي بغيتو، وتسقيو الكيك ديالكم. ملي كنوزع الكريمه مزيان كندير هكا خطوط ديال صلصه ديال الكراميل، وايضا غادي ندير هكا شويه ديال القرقع اللي كنهرمشو ما بين يديا، كيعطي واحد القرمشه زوينه للكيك من بعد فاش كناكلوه. هنا كنغطي بالطبقه الثانيه ولا الطبقه اللي كتكون علويه من الفوق، نحاول انني نضغط شويه وصافي كنغطي عليها مزيان بالكريمه. هنا كنقاد لها الوجه سواء بهاد الاداه هادي ولا بشي مسطره تكون عندي صغيره، ومباشره كنحيد داك الاطار غير بشويه بحال هكا، وناخد يعني واحد شويه ديال الكريمه اللي كنحتفظ بها هكا باش كنغلف بها الجناب. حاولوا قدر الامكان اننا نقادو الجناب ونغلفوهم الكريمه وصافي. ملي كنسالي كنحصل على التورته ديالي بهذا الشكل، غادي ندخلها للمجمد التقساح واحد شويه او تشد راسها باش غادي نقدر نزينها وتحكم فيها بكل سهوله. بالنسبه للمسمنات الصغيرين فانا هنا عجنت المسمن او العجينه ديالو من قبل، عجنتها يعني مع العجينه ديال الكيش. فانا سبق لي وضعتها لكم في القناه مرات عديده، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد العجينه فيها 400 غرام، 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، باش غادي تعطيني الكميه غادي تشوفوا من بعد فاش غادي نسالي المسمنات ديالي. فهنا العجينه عجنتها وخليتها قسمتها على 4 ديال الكرات كيف كتشوفوا، ودهنتهم مزيان بالزيت النباتي وايضا من التحت، وكنغطي على العجينه ونخليها ترتاح مزيان. فانا خليتها تقريبا ارتاحت 3 ديال الساعات، يعني شحال ما ارتاحت شحال ما كان احسن، يعني كتولي عجينه مطاطيه وما كتقطعش معانا نهائيا فاش كنبسطوها. فدائما كنرش سطح العمل ديالي بكميه مهمه ديال الزيت، يعني خصوصا الاول وحده، وكنبدا كنبسط العجينه ديالي او كنقرصها حتى غادي نحصل على واحد السمك يكون رقيق. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنطلق العجينه مزيان، نحاولوا اننا نديروها هكا تكون عندها زوايا ولا تكون هكا مربعه، ندهنوها بواحد الكميه ديال الزبده مذوبه، وكان يعني نطويو المسمن ديالنا بشكل عادي كيف ما كنطويوه دائما، ودائما في الطبقات كندهن بشويه ديال الزبده باش يجيني مسمن مورق. ملي كنسالي كنتابع بنفس الطريقه، يعني 4 ديال المسمنات يعني كنورقوهم بشكل عادي وكنطويوهم ونحطوهم على جنب، نغطيو عليهم بواحد البلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 15 دقيقه هكاك ولا 20 دقيقه اذا كان عندكم الوقت. ملي كترتاح ليا العجينه او المسمنات مزيان كنطلقوهم بهذا الشكل وكنقسموهم على 4 بواسطه ديال القطع ديال البيتزا ولا بموس اللي متوفر عندكم، باش نحصل هكا على 4 ديال المسمنات صغيرين. وكنبدا كنعمر كل مسمنه على هذا الشكل، وانا كنجبد العجين باش هكا ما كيجينيش غليظ، ونبسطو حتى شويه من بعد ما كنعمرو بكميه ديال الحشوه اللي تكون بارده تماما.
نحاول انني نقادها مزيان ونعطيها واحد الشكل يكون مربع، ونوضعها في لاطه ديال الفران اللي تكون فرشه بالورق ديال الطهي، ولا تكون مدهونه مزيان زيت نباتيه. وغادي نستمر بنفس الطريقه مع المسمنات اللي بقاو حتى غادي نسالي ونعمر اللاطه ديالي. هنا من بعد ما ساليت التعمار ديال المسمنات ديالي كاملين، كيف كتشوفوا خديت بيضه كامله اللي خلطت معها شويه ديال صلصه ديال الصوجا، وصافي غادي ندخلهم للفران يطيبوا. دائما النار تكون متوسطه مشعوله غير لتحت، غادي يطيبوا مزيان ويتحمروا ويتقرمشوا. عادي يمكن لينا نشعلوا لهم الفوق او نهبطوهم على حسب الفرن كيفاش داير. غادي نرجع للطورطه الان من بعد ما تماسكت مزيان في المجمد. دائما كنبغي ندخل طورطات المجمد هكا باش يشدوا وتجمد الكريمه شويه، ونقدر انني نزينهم كيف ما بغيت هكا على راحتي بلا ما نخاف انها تخسر. فانا خديت شويه ديال الرقائق ديال الكاوكاو اللي حمرتهم في مقلاه مع تحريك المستمر، حتى خداو واحد اللون مذهب على هذا الشكل، وكنلصقهم في الجناب ديال الطورطه. هنا في هذه المرحله غادي ننقلها للطبق ديال التقديم. وبالنسبه للتزيين ديال الوجه غادي نزين هنا بالبنان او بالموز. اخر حاجه كنزينها كامل الفوق بخطوط ديال الكراميل، دائما الكراميل الجاهز اللي كنستعمل هنايا. وصافي كتكون الطورطه ديالي بهكا واجده. غادي نزينها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا كيفاش كيجيو. بهكا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل ديال الطورطه النهائي، كيجي المنظر ديالها زوين والمذاق اكثر من رائع. والمملحات ديالنا الكيش اللي زينتو هكا بالانصاف ديال الحبه ديال الطماطم صغيره، والمسمن اللي من بعد ما طاب وتحمر زينته كذلك بالفرماج والمعدنوس مجفف. بالنسبه لدوك الرغايف ديال النشا فايضا هذا هو الشكل ديالهم في الطبق ديال التقديم، كيجيو مقرمشين لذاد بزاف ومورقين من الداخل. وبالنسبه للحلويات فانا ديجا مقدمهم لكم في القناه، الروابط ديالهم غادي تلقاوهم في صندوق الوصف وايضا الفوق باش تمشيو تشوفوهم اذا بغيتو. وقدمت ايضا داك الخبز اللي قدمت لكم البارحه وحطيت لكم الفيديو ديالو البارح، كذلك غادي تلقاوها في صندوق الوصف. وبطبيعه الحال يعني قدم داك الشيء اللي كيتحط مع الخبز. بهكا يكون الفيديو ديالنا سهلة، غادي نخليكم مع الصور باش تشوفوا الاشكال ديال الاطباق او الوصفات اللي حضرنا من الداخل كيفاش كيجيو. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. اذا عجبكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديال الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، ارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.